السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطن غالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الغرب بلا من السوق خوتنا اللي في الغرب. نطلبوا منكم حاجه، ماذا بكم تعاونونا وتحميوا شويه العرس بوشي والحالة على خاطر ماذا بينا ننظروا حنا لبروك. ولازمكم تعرفوا على من تنتخبوا، على خاطر حنا اذا عهدناكم ارانا نوفروكم. الفايدة أردوها لكم جنة. إذن عمار بهلول يواصل في الحملة الانتخابية للمترشح إغيل مزيان بجمع الملفات لوصول إغيل مزيان لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم. كرنفال في دشرة، كرنفال في دشرة. إذا منذ مدة قلنا باللي إغيل مزيان مرشح الأبرز، ومعه طبيعة الحال رئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدور اللي أيضا يقوم ببعض النشاطات وبعض المجهودات لكي يصل إلى رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ولو أنها تكون في سرية نوعا ما، وجمع الملفات تكون في سرية نوعا ما والتأييد. أيضا إغيل مزيان ممكن مختلف نوعا ما على مدور. كي نقول إغيل مزيان ماهوش شخص إغيل مزيان، اللي دايرين بإغيل مزيان من بينهم عمار بهلول اللي يعمل في الاتحاد الجزائري لكرة القدم برئاسة خير الدين زطشي، وأيضا عمل مدة مع عمارة، وفي آخر يعني قبل استقالة عمارة صارت بعض المشاكل بينه وبين شرف الدين عمارة. إذا عمار بهلول يقوم بالحملة الانتخابية لإغيل مزيان، وإغيل مزيان يعني بدأ حملته بوضوح يعني الأعضاء اللي معاه في المكتب الفيدرالي، جمع الملفات، يعني يقوم بالحملة واضحة وضوح الشمس انه باغي يترشح لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عكس نوعا ما مدور اللي يعني في سرية امور يعني نتاعو يقضيها في سرية. لكن إغيل مزيان الترشح نتاعو الان اصبح جليا واصبح واضح وضوح الشمس كما نقولوا، باين راح يترشح رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم الا اذا حدثت بعض المفاجآت. الشيء الطريف والمؤسف في نفس الوقت في المكتب الفيدرالي اللي حضر فيه ووجد فيه إغيل مزيان وجماعة اللي راه يديروا في الحملة الانتخابية، انه نفس الاشخاص اللي عملوا مع زطشي وعملوا مع شرف الدين عمارة وعملوا مع زفيزف نفس الاسماء باقية الدور وشدة في الكرسي وما هيش مفرطة في الكرسي، انتم تعرفهم على كل حال. من بينهم العضو الغريب نوعا ما والعضو اللي ناشط ويتحرك ويشتغل في عديد من الوظائف وما يتوقفش على التحركات هو ايضا بلا عمار بهلول، هو حكيم الدان. حكيم الدان غني على التعريف، المكتب الفيدرالي اللي يكون لازم يكون هو في القائمه، ما كانش مع زطشي كاين في القائمه، مع عماره كاين في القائمه، ومع زيزب كاين في القائمه، ومع إغيل مزيان كاين في القائمه. مانيش خارج من الاتحاديه، مستحيل مستحيل، يا انا يا انا يا انا يا انا، ما كانش احتمال اخر. هذه هي الرداءة في تسيير الاتحاد الجزائري لكرة القدم، نفس الاشخاص تداول، نفس الاسماء راهي تدور، ما كانش تغيير، ما كانش تشبيب، ما كانش وجوه جديده، ما كانش. ويقول لك إغيل مزيان صغير في العمر، وروروا كبير في العمر. روروا معليش اوكي، روروا نقولوا كبير والسن نتاعو ما يسمحش، معليش بإغيل مزيان السن نتاعو يسمح. كي نهضروا شويه منطق بلوجيك، نهضروا بالمنطق. واحد عنده 70 سنه وواحد نقولوا عنده 80 سنه، بيناتهم 10 سنين اسيدي فرضا. هذاك اللي عنده 80 سنه كبير ما لازموش يترشح، كبير وما عندنا ما نديروا به روروا. مالغري عنده الاكسبيريونس، عنده خبره، يعرف يسير رغم انه كبير في السن، معليش. وش هو؟ قال لك نجيبوا واحد صغير، نجيبوا وجوه شابه، اوكي حاجه مليحه. لكن شكون وجوه الشابه؟ إغيل مزيان قداش في عمره؟ 70 سنه. هذه الوجوه الشابه. هذه الوجوه الجديده. مع احترامي لي مانيش ضد إغيل مزيان، يترشح بصحته. بصح حنا نحكوا بالمنطق اللي راهم يمشوا به، قال لك المنطق اللي رانا نمشوا به
لازمنا وجوه جديده ووجوه شابه. واش هي وجوه جديده وشابه؟ يغير مزيان، هذه هي يغير مزيان. وجه شاب وجديد عنده 70 سنه ماشي حاجه بزاف، راهو كبير عنده 80 سنه بصح يغير مزيان صغير عنده 70 سنه. علاش باينه؟ باينه علاش؟ علاش؟ لان فيها مصالح. علاش؟ هذه تخليك تستخرج العديد من الاجابات. علاش فيها مصالح؟ علاش فيها بطوط وديك الناس لازم تبقى البيع والشراء؟ علاش اديداس؟ علاش التجنيس وخاصه في الخليج وبالاخص في قطر؟ هذه الامور لازم تبقى، باش تبقى لازمنا يغير مزيان، باش تبقى لازمنا الجماعه اللي خدمت مع زوتشي وعماره وزفيز لازم تكون في المكتب الفيدرالي نتاع يغير مزيان. لانه لو ما يكونش يغير مزيان ولو انها فتره قصيره باش نتفاهموا، عام ونص ما با عامين، لكن لازمها تسير المرحله هذه بنفس الاشخاص بنفس الوجوه. بمالغري يغير مزيان تبدل مي بصح المكتب الفيدرالي نفسه، لان فيها قلت لكم محاسبه، فيها اديداس، تجنيس، العديد من الامور. لكن لو يجي شخص اخر، فرضا يجي شخص اخر مكتب فيدرالي مختلف تماما، هنا خطر، هنا دقه، هنا قوس الخطر. هنا ماش معناها؟ معناها قضايا الفساد، بطوط ودكنيس، الاديداس، التجنيس، هنا خطر، هنا دقه، هنا قوس الخطر. اذا يجب بقى نفس الجماعه، ممكن يتبدل اسم زوج، ستبقى يبقى النظام مثل ما هو، السيستم تبقى تاع الاتحاديه نفس الوجوه، حاجه ما تتبدل. اذا اعراض اللي كان في المكتب الفيدرالي وتحل المكتب الفيدرالي في عهد زفيزف عمر بهلول، ماناش عارفين المنصب اللي عايشدو، لكن هو راهو ماهوش حبس. عمر بهلول يضرب عليهم في كل مكان، في كل بلاصه، في كل بلاصه يدبر لهم ملف، راهو قايم بالواجب فوق الواجب. مدان نفس الشيء قايم بالواجب، لكن ماهوش كيما درجه عمر بهلول. ايضا فلربما يكون معوش اللي عنده 86 87 سنه، قال يوقع له باللي معوش رفض ترشح روراوا، قال لك روراوا كبير في السن، لازمنا وجوه شابه وجديده. من بينهم يغير مزيان، قال لك يغير مزيان صغير عنده 70 سنه برك مش حاجه، روراوا كبير 80 سنه، معوش عنده 86 سنه او 85 سنه او 87 سنه، في يعني في العمر تاعو في الحدود هذه. لكن معوش عطاهم نصيحه ممتازه، ودي روراوا ما عندنا ما نديروا به، سن كبير خليه يرتاح، نجيبوا يغير مزيان صغير عنده 70 سنه معليش. هذه هي، وتقريبا نفس الوجوه، نفس الوجوه اللي كانوا مع زوتشي، مع عمارة، زفيزف، نفس الوجوه، حاجة ما تبدلت وحاجة ما تغيرت. لحد الساعة اليوم لدوس، لحد الساعة ماناش عارفين في المساء العشية كاش ما يتحط ملف ترشح مترشح، الله أعلم، لحد الساعة ما كان حتى مترشح اللي تقدم، لكن الناس تنشط، الناس تتحرك، جماعات يغير مزيان يتحركوا. راهو يتحرك عمر بهلول وبدان شويه علاقات، راهم ينشطوا ويتحركوا. كاش ما يكون مترشحين اخرين الله اعلم. المترشح الاخر مدوار كما قلت لكم يتحرك بسريه. بقيه المترشحين لحد الساعه ما كان والو، مازالنا لو 13 اخر اجل، 13 في الشهر اخر اجل، 13 اوت ممكن يكون مترشح مفاجئ، ممكن والله اعلم. لحد الساعه ما كان ولا مترشح بخلاف يغير مزيان الابرز وفولو ربما مدوار. هو يغير مزيان تقريبا يعني ضبط تقريبا تقريبا ضبط القائمه تاعو، ضبط المكتب الفيدرالي وجمع الملفات، يعني تقريبا انهى كل شيء. ننتظروا وشوفوا، فولو ربما تكون مفاجاه. لحد الساعه ما كان ولا مفاجاه، ممكن في الليل تكون مفاجاه، وممكن غدا اخر اجل فولو ربما تكون مفاجاه، ماناش عارفين. لحد الساعه التليفون ما رنش، ويغير مزيان في الطريق لرئاسه الاتحاد الجزائري لكره القدم، الا اذا صرات بين قوسين نقول صرات مفاجات، خاصه في اليوم الاخير يوم 13 اوت غدا ممكن تصرى حاجه، نقول ممكن ممكن تكون مفاجاه والله اعلم. اذا في الاخير ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.